نهار سعيد نتمنى لكل أهل المدينة وإن شاء الله صحة وعافية لكم. نبدأ وياكم حلقة جديدة ومشوار جديد إن شاء الله. مرحبا يا علي. هلا وزينة. يعني زين أحسن من نظام، ما تسلم عليه نظام، ما أدري ليش. صباح الخير نقولها على كل أهل المدينة، ونتمنى يوم سعيد وأسبوع سعيد وشهر سعيد وسنة سعيدة. بعد أكو شيء بعد أكو فد وحلقة سعيدة وحلقة سعيدة على كل أهل المدينة. اللي يحب يتواصل ويانا نحب نتذكر بصفحات التواصل الاجتماعي اللي من خلالها تتواصلون ويا أهل المدينة. راح تكون أول صفحة هي صفحة الفيسبوك، ومن بعدها الجوجل بلس، وآخر صفحة راح تكون هي صفحة تويتر. نعم. طبعا يعني اليوم عندنا قضية مهمة وصلتنا، هي أيضا لها علاقة بتدريسيين والطلاب بالمدارس وطريقة التعامل بين التدريسيين والطلاب في مدرسة نموذجية أعتقد بالفلوجة اسمها أبي الدرداء الابتدائية للبنين. مجموعة طلاب هي ابتدائية يعني، عاقبهم المعلم، دزلنا صور انه شلون ضاربهم. خلينا نشوف الصور بالبدايه شلون العقوبه كانت. يعني هذه هي الصور مثل ما تشوفون، هذه هي الصوره الاولى. شوف هذا اثر الضرب، الكف يمكن زين. وعندنا ايضا صوره ثانيه شوفها، هذه الصورة الثانية نشوف أثر الضرب أيضا اللي على وجه الطالب. نعم علي، هذا هو راجع للبيت أكيد ومخذي له صورة. العد شلون كان يعني خف أثرها يعني ايه قصدت أنه مر عليه زمن اه. أي فإحنا ويانا أبو همام ولي أمر أحد الطلاب اللي تعرضوا للضرب. نقول لك صباح الخير أبو همام. بالبداية أريد أسألك أنه يعني هاي العملية شلون صارت؟ يعني أنت شنو الإجراء اللي اتخذته؟ الطلاب شنو اللي يسووه حتى ينضربون بهاي الطريقة؟ والله أستاذ جاني الساعة بالثنتين، بعدنا في الدوام 11 بالثنتين. نعم. جيشي تتوجه مشوه. زين. يعني فقدت ورحت للمدرسة، لقيت المدرسة منتهي الدوام، اكو دوام ثالث، الإدارة مال الدوام الثالث يعني تعاقبوا وياي. نعم. فقلت له يلا يعني هاي شو يسموها بالخير؟ يعني انا ذيك الوقت المعلم سمت يمين. الا اجيبه شحط للباب واربطه للتيل اخليه عبره لهن الفلوجه، والجميع معلم يسيء الادب للطالب. ابو همام يعني انا ابني لو رايح عينه ابو همام رايح يعني هسه انت ما تدري شو الحاله اللي هو بيها. ابو همام بس اقول لك شغله، اولا اريدك تسمعني من التليفون لا تسمعني من التلفزيون حتى لا تظل يعني فتره طويله من الصمت تصير عندك، هاي واحده. اثنين انا اقول لك شغله، يعني احنا اوكي احنا نقدر مشاعرك بانه حضرتك متاذي لان ابنك انضرب، لكن اكيد اكو مسارات قانونيه للموضوع. يعني اكو اداره بالمدرسه، اكو هيئه تربويه، اكو وزاره التربيه، اكو هاي امور ممكن ترجع لها، بحيث احنا همنا كاعلام نتمنى انه ظاهره الضرب بالمدارس تتخفف. بس ما تنتهي، اوكي ما راح تنتهي، بس على الاقل
تقول له ما تاثر الى ما تؤدي الى النتائج المؤثره، انت راح تراجع الاداره، راح تحكي وياهم يعني قبل ما تسوي هاي السالفه مالت الشحطه وهاي، يعني بالطريق القانوني قصدي، ايش راح تسوي قانونيا ابو همام؟ انا والله اتخذت يا الاجبار قانوني. نعم. اللي القانوني اشتكيت عليه وعندي تقرير طبي وصدر علي القبض، امر القبض حاليا. على المدرس. وهسه انا راح اتجه المدير التربيه اللي طلع بالتلفزيون يقول اللي يضرب طالب بالعصا افصله. بدي اشوف عد كلامه هذا مضبوط، لان المدرسه اللي فيها ابني مدرسه نموذجيه. زين. يعني هذا ما يصلح معلم، يعني معلم والله ما اقدر يكون التعبير، ما يصلح يكون معلم. بدون ما نتجاوز ابو همام، يعني القضيه هي واضحه، يعني الصوره واضحه والامور واضحه، لكن انا احب يعني اسالك سؤال ما جاوبت عليه، سووا الاطفال على مود ينضربون بهالطريقه، يعني شنو عقاب على شنو كان الموضوع؟ يعني غايب، غش، ما امتحن، ما جاوب، شنو الموضوع؟ والله مجرد محفوظه ما حافظها، يا اخي حط له صفر، دز للمعاون، دز للمدير، دز علي، انا ما لدي يصير لا طيار ولا دكتور، ما لدي يصير فطحل، مجرد يعرف يقرا ويكتب وفي امان له. احنا طبعا نشكرك ابو همام انضميت لنا. وبالمناسبه طبعا هذا التيم مالته متوكله. وهاي والله يومي 8000 دينار في سبيل عيشهم. يجي هذا ما اقدر انفض عليه، والله احترم قناه الشرقيه، ما اقدر اتلفظ بالفاظ نابيه. يعني يجي هذا يعني لو مصدق ابني، والله الليل كله انا حاط عليه ثلاث بطانيات ومقامه وقاعد، ضربت الرجافه وتكرم حتى ادرار اشوف هسه يعني شكل عنده سكر. ما يصير مو هيك يعني، مو تعني هذا ارهاب هذا. الله يساعدك ابو همام. انه كفر يبقى مدرسه، كفر يبقى مدرسه بالدرداء. مع الاسف يبقى بمدرسه بالدرداء، اللي اطلبه من المدير ما يخليه يداوم لو ساعه. احنا نشكرك يعني ابو همام، ونتمنى انه يتحسن الحاله الصحيه لابنك، وفعلا هو المشكله الكبيره بانه يعني اكو الكثير من الطرق حتى الطالب يتفوق وينجح، وهذه والمشكله اللي ايضا طرحها ابو همام انه هو يتيم. اكيد طالب الابتدائيه محتاج متابعه كبيره من الاب والام، اذا الاب ملتهي يشتغل والوالده متوفيه فاكيد مستوى الطالب راح يصير به خلل، فلذلك المعلم مكان ما يضرب الطالب ومكان ما ياخذ هذا الاسلوب المفروض يقدر انه هذا الشخص هذا الطالب ما عنده يعني مو مثل البقيه، لان يتيم يعني الطالب اللي عنده ام واب والله مفضل عليهم وقاعدين يركضون وراه ويدرسون، مو مثل طالب يتيم وابوه يشتغل يعني باجور اليومي. احنا اكو مشكله ثانيه حقيقه انا حاب بس يعني اهم انا اسلط الضوء عليها ما دام نحكي عن المدارس، يعني اكو مشكله كبيره تصير بادارات المدارس، يعني المدارس يعني اعداديه متوسطه ابتدائيه قاعد تصير الاداره تصير تكليف، ودي يتدخل بهذا الموضوع الاحزاب والانتماءات السياسيه، ان هاي المنطقه مسيطر عليها فلان حزب فلان هذه، فخلي المدير يكون تابع لهذا الحزب. لا احنا ليش ما دام احنا في عصر ديمقراطيه وناس ديمقراطيين ليش بنسوي انتخابات بالاعداديات وبالمتوسطات والبدايه؟ يعني احنا نطرح هذا الموضوع على وزاره التربيه، صير انتخابات، المدرسين اكيد هم راح يتفقون على الشخص الكفؤ اللي يقود المدرسه، يعني هاي الظاهره ظاهره الضرب والاساتذه اللي عندهم مشاكل وهذه كلها، لو اكو اداره قويه صحيح. تخوف المدرس مو يخلي قدام عينه بس رب العالمين وضميره، يخلي قدام عينه ايضا انه اكو اداره قويه راح اكو شخص راح يعاقبني مثل ما انا عاقب هاي بدون انتقاص من اداره الابتدائيه الدرداء اللي موجوده، هاي الموضوع ما يخص هاي البدايه، يخص بشكل عام بشكل لازم الادارات تكون قويه وتكون ادارات منتخبه، اكو شفافيه، احنا بعصر ديمقراطيه لا مو ديمقراطيه غير نفتهم حتى نعرف، يعني اذا ديمقراطيه فخلوهم يسوون انتخابات، ليش انتم جايين بعدين الحاله وصل لهالسوء هذا، طالب عينه رادت تروح منو يعوضه؟ على شنو والله محفوظه ما حافظها؟
ادري قابله وباكر. هذا الموضوع يعني اكثر من مره احنا طرحناه بالبرنامج، كنا قبل فتره عرضنا فيديو انه كيف انه المدير مدرسه يضرب طلاب، وسولفنا وكان اتصال مع بحث اجتماعي، يعني كثير من الامور اللي تناقشنا بها، فتمنينا انه الموضوع يقل مو يزداد. طبعا. ونفس ما قلت انه هذا موضوع الانتخاب الاداره، اذا كانت الاداره هي مسيطره ما حيتجرأ مدرس او معلم يعاقب طفل، فبالتالي اذا انا اعاقب شخص اكو شخص راح يعاقبني، فحيكون رده فعل عند الكادر التدريسي. لا واحنا نتمنى شغله لو خمينا يعني انه هذا الموضوع يخلي اكو يعني اكو مصداقيه بالعمليه التعليميه. احنا نريد نشوف رده فعل، يعني احنا حكينا قبل فتره من حكينا بالموصل رده الفعل كانت ضعيفه جدا، وبالعكس كانت عكسيه. هسه هالمره مو والله مدير دي أدب طلاب لو مدرس دي أدب طلاب، لا هالمرة الموضوع واضح، أكو تقرير طبي ومن راح ولي الأمر للمركز الشرطة زين صدروا أمر قبض، لو ما أكو فعلا اعتداء سافر ومؤذي وأذى هذا الولد ما كان مركز الشرطة أصدر أمر قبض. لا والخبر مبين من عنوان، شفنا الصورة شفنا الآثار الموجودة هاي يمكن قبل ورا ساعتين أو ثلاثة بثنتين يقول لك بثنتين يعني حد ثنتين هو خد احمر يعني زين مؤذنه او اضرار اخرى. سمعتي يقول ايش للي انه هو مريض ونايم بالفراش. الله يكون بعونهم. على العموم لازم نسوي انتخابات، يا بسوي انتخابات خلي الادارات شفافه شويه، هسه شفافيه ديمقراطيه مو ديمقراطيه، لا مو ديمقراطيه غير نعرف. على العموم نروح للصحافه، واليوم اول موضوع هو جدا مهم يخص موظفي العقود في مفوضيه الانتخابات من جريدة الدستور. وافقوا يابا على تثبيت الموظفين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اللي أمضوا عاما كامل في الخدمة من أصحاب العقود. ورئيس الدار الانتخابية يقول يابا تمت الموافقة على هذا الموضوع وفق اللي ينطبق عليهم قانون المفوضية رقم 11 لعام 2007. وإحنا كنا نعرف أنه الانتخابات باتت قريبة، يعني تثبيتهم في هذا الوقت يخلي الموضوع حتى الناس تشتغل هي بالها مرتاح. نرجع مرة ثانية للتربية، أيضا عندنا من جريدة الدستور التربية تنفي السنة الماضية عدم رسوب. هواية تداولت وسائل الإعلام ويعني بالشارع إشاعات بأنه اعتبروا العام هو سنة عدم رسوب، لكن مدير الإعلام التربوي بوزارة التربية فراس محمد نفى انه عد السنه الماضيه سنه عدم رسوب لجميع المراحل الدراسيه. هذه انباء وشاعات غير صحيحه مثل ما قالت الوزاره الموضوع. عندنا ايضا في التربيه من جريده الصباح، التربيه توصي بدمج صفوف المعاقين من الطلبه مع المدارس الاخرى والعنوان بمشكله، احنا نقول ذوي الاحتياجات الخاصه يعني. اي التربيه اوصت بدمج ذوي الاحتياجات الخاصه صفوفهم مع المدارس الأخرى بهدف تلافي العزلة التي تعاني منها هذه الفئة من الطلبة. وإحنا نشوف أيضا أكو بها فائدة ثانية، أنه يخلون الطلاب يعني من عمر الابتدائية والمتوسطة يبدأون باحترام هذه الشريحة وإعطاها حقها، ويحسون أنهم يعيشون في مجتمع ما عندهم مشكلة بهذا الموضوع، لأنه أكو طلاب هواية من الابتدائية من تغرس به قضية يكبر يعني الموضوع، يعني عندما بالابتدائي يحترم خصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة فأكيد بالكبر لا الموضوع راح يصير عادي يعني عنده. عندنا في الكوت إطلاق حملة لترقيم الثروة الحيوانية في واسط، أطلقت مديرية زراعة واسط حملة لترقيم الثروة الحيوانية تستهدف أكثر من 3 ملايين رأس من الماشية وتشمل جميع أقضية ونواحي المحافظة. هذا الموضوع في جريدة الصباح. نعم خلصت الأخبار. خلصت الأخبار. خلصت أخبار الصحافة، راح نتحول ونتعرف على أخبار الطقس وتوقعات الطقس بعد راجعي. Thank you.
نكمل مواضيعنا. وبالبداية زينة ما أكل الفسنجون؟ ما أكلتها مرة واحدة بس. شنو انطباعك الحقيقي؟ ما أعرف يعني ما نعرف يعني الحقيقي والشخص يعني أنه ما حبيتها. يمكن اللي طبخها ما أجا طبخها ما أعرف، بس أتوقع أنه بالنجف يطبخوها يعني جيد يعني. ما أعرف أنا، هواية أصدقاء يحبون الفسنجون، لا أنا ما أكل الفسنجون، أنا أي شيء حلو. أي هو لأن حلو أنا هاي المشكلة، هو حلو وحامض، القيسي والفسنجون وهاي ما يعني. لا القيسي طيبة. أي ما أنا ما المرقة الحلوة ما يعني بيهم. لا هي حامض حلو. ها أي حامض حلو سلام. يعني نجرب؟ خلنا نروح نشوف النجف هسه نرجع نسولف. مقادير الفسنجون هو الزيت، من بعد الزيت نخلي الدجاج، الدجاج راح يتحمص، نجيب المي رمان، مي رمان وين نخليه؟ نخليه على الدجاج، نخليه على الدجاج، ها صار مي رمان، مي رمان على الدجاج، ياخذنا فد فورة على ما يستوي الدجاج فورة، من يستوي الدجاج نجيب الراشي نخليه على الخبطة، نجيب البجوز نخليه مع الخبطة، راح يتلابس بين الدجاج والمي الرمان واللب الجوز، راح يتكون عملية الفسنجون، وهي مرقة الفسنجون يسموها. هسه هنا هذا الدجاج حاليا، الدجاج ومي الرمان يبقى على النار فد نص ساعة ثلث ساعة على ما يستوي الدجاج، نجيب اللبجوز نخليه، نجيب الراشي نخليه مع الخبطة فد 10 دقائق يسبج، تصير مرقة فسنجون، وهي المرقة المشهورة بالنجف الأشرف، ولها أكالة خاصين من يجون زبائن من محافظات. والله محافظة بغداد منطقة الزعفرانية. أهلا وسهلا. أهلا بيك حبيبي. أنت شوفك جاي المطعم حج سالم، شنو جاي تطلب من أكله؟ والله أنا دائما أجي على الفسنجون لأن أتردد على هذا المطعم باستمرار، وأنا صاحب كوستر يعني كل 4 أيام 5 أتردد هنا. يعني أكلة الفسنجون ما موجودة يمكن بغداد وغير مكان. لا ما يجيبوها مثل أهالي النجف. ما يجيبوها يعني ما يجيبون الطعم مالها. إيه مشهورة خاصة بهذا المطعم مشهورة. هذا البجوز خذ على راس. طيب هسه هذا حفد 5 دقائق مو اكثر، شويه يتلابس ويا المي الرمان، ويا المي الرمان بعد من بعد ما ينخبط لب الجوز مع مي الرمان مع الدجاج يجي الراشي، يجي الراشي تخليه هذا الراشي مع هاي الخرطة، ونظل نخوط به لمدة 1/4 ساعة 10 دقائق فيسبج، هسه يظل يخوط به لمدة 10 دقائق. بعد بالنسبة للحلا مالته، اكو يحبوه حامض حلو، اكو يحبوه حامض، اكو يحبوه حلو. هو المفضل شنو؟ المفضل اذا بي حلا شوية شوية طعمه يصير اذوق للحلق، يصير اذوق. واكو يحبوه لا، مثلا حامض حلو فنقلل الشكر مالته، نخليه شوية شكر.
هسه خليه شويه شكر فدي شويه نذوق، اذا ابي حلا ما يحتاج شكر، واذا حامض لا نخليه شكر فيصير حامض حلو. هذه الاكله عاده بالشتاء تفضل لو بالصيف؟ لا تفضل بالشتاء، لان هي اكله بالنسبه كلها هذا سعرات حراريه، سعرات حراريه بي احسن بي سعرات حراريه. هسه هاي كميه الشكر نخليها على الخبطه فراح يخبط، اذا طلعت الحلا مالته هذا وبعد ما يحتاج بعد حلا، تبقى على فد لمدة 10 دقائق هم كذلك بعد تثبت شيء تدخن وحدي اوتوماتيكيا وجاهزة للأكل. بعد جاهزة للأكل، هاي هم هيل للطعم، هم هيل للطعم، هاي شوية هيل مطحون للطعم، جهزت حاليا جهزت الفسنجون. هذا كأكلة سريعة يسموها، حاليا هاي أكلة سريعة، بس إذا أكو مثلا يجيبون مي حب رمان، حب الرمان يخلوه له مي يفوروه، من بعد ما يفوروه الحباية مالته تستوي يجيبون المصافي، وهذا يصير هاي احنا هسه شنو الشغلة الجاهز هذا، يعني احنا جبنا بطالة مي رمان جاهزة، اللي بجوز احنا برشنا كالبجوز والراشي كذلك هو جاهز، والشكر يعني ما تتأخر بها الأكلة، هاي أكلة سريعة. تعرفنا على أكلة هذه الأكلة ومقاديرها، وما شاء الله علي تعلم لها بسرعة. سهلة بس ما أكلها. اذا راح نروح لبغداد، في بغداد هناك معاناة، كل مره احنا نسمع انه معاناة اهل المدينه من الكهرباء واصحاب المولدات، لكن اليوم اهل المولدات عندهم معاناة، خلونا نتعرف على معاناتهم من بعدها راجعين. مشاهدينا هذه تحيه طيبه نوجهها لكم من بغداد، الكل من يتابع برنامج اهل المدينه. اليوم اهل المدينه اشتكوا أصحاب المولدات، اليوم اشتكوا، دائما نسمع أنه المواطن هو اللي يشتكي من أهل المولدات، اليوم أهل المولدات اشتكوا مشكلتهم الغاز وتجهيز الغاز، المشكلة اللي الكل يحكي بيها، فحبينا نجي نتجول على أصحاب المولدات. ويانا عمو أبو موفق كامل نجم أبو عدي، شرفنا نلتقيك طبعا، يسعدنا لقائك بأهل المدينة، ونحب نسألك شنو مشكلة الغاز وشنو مشكلتكم اللي أنتوا ناشدتونا على أساس مشكلتنا حصة الغاز 32,000 لتر قبل مجاني، وقت المجاني 6,000 لتر قبل يعطوني غاز، وانا شغال 24 ساعه ومخلي 3 مكاين، كل ماكينه 450 كيفي قدرتها، 450 كيفي قدروا لي تقديريا 300 كيفي، والباقي ما يقدروا يسجلوا لي اياها. مقدم انا معاملات، مقدم من يوم 16/4 ولا حد اليوم معاملتي لحد رفع ولا هذا، يعني كانت 32,000 لتر يجهزوك، قاموا يجهزوك 6,000 الدوله، 6,000 لتر من الدوله. زين، من قلت الكميه، من قلت التجهيز من 32,000 لحد 6,000، قلل السعر مال الامبير، يعني قللوه لو بعد نفس التسعيره ب 9,000 دينار، بس لغت من خلص المجاني لغت السعر 8 ساعات ب 9,000 دينار، خصصونا 8 ساعات ب 9,000، بس انا مشغل 24 ساعه الدفاع مالي الوطني، يجي الوطني ووطني ماكو، هاي قصر من قدمتوا طلب الاحد، ناشدتوا احد؟ انا ناشدت مجلس بلدي وقامر قاطع ومجلس محافظه، ورحنا رجعنا القيلاني. رجعوا لكم الحصه؟ ابد ما رجعوا الحصه، اللي يدفع فلوس يرجع له حصه بالقيلاني. بالقيلاني خليه يسمعوني. اللي يدفع فلوس هسه يطلعوا كشف على البورده مالي، اجي قدرته 400، بعد شوي يخبرني واحد يقول لي تدفع 50 ورقه، وانا ثابت على كلامي واطلب من شؤون النفط مقابلتي يقابلوني، مثل ما قابلتيني انت اريد شؤون النفط يقابلوني. ان شاء الله، ان شاء الله يوصل صوتك، لان مظلوميه ان شاء الله. يعني هسه قللوا الحصه وسعر الامبير مثل ما هو، وبنفس الوقت ما سووا لكم شيء، ابد ما حسوا لنا شيء. وحاليا هسه بالوقت هذا على اساس يقولون الكيف 10 لترات، 10 لترات ايش اسوي فيها؟ 3,000 زين، 6,000 لتر ايش قد تكفي؟ تكفيني روح 8 ايام، 6,000 لتر ما نقول 6 ايام، هذا تجهيز شهر كامل يكفيك 8 ايام كامل.
ونرجع نشغل سوق سوداء ب 700 و 800 سوق سوداء. شنو مشكلة التسجيل اللي تصير عندكم هنا بالمولدات؟ مشكلة التسجيل ومشكلة انه تقليل الكمية. والله احنا هنا يعني بالنسبة للمولدات احنا بالنسبة لنا يعني نشغل 24 ساعة وعندنا 3 مكاين. فاكو هسه بعض مكاين هنا بالمنطقة يعني كلها مسجلة 3 مكاين 4 مكاين وهم عندهم حصة يعني مولدة واحدة يشغلون. فهمتني شلون؟ وتشغيلهم مو صحيح يعني مو مثلنا احنا هسه 24 ساعة نشغل يعني عنده مولد يشغل مال يسجل 3 مولدات تجي حصة مال غاز أكبر. أكبر إي طبعا أي. بس هو شنو يعني هو يعني إذا شغل ماكينة واحدة احنا بالنسبة لنا إذا نشغل 3 مكاين إذا مو 3 مكاين ماكينتين باليوم واحدة الصبح واحدة بالليل يعني واحدة بالنهار واحدة ليلي. إذا نشغل 24 ساعة يعني وما توفر لنا الغاز يعني كلها خسارة وخسارة. احنا نريد كل شيء يعني ما نريد كل شيء احنا بس نريد مساعدة يعني ساعدوني زودوا لنا الحصة شوف شلون يعني إذا يريدون يلغون الحصة خلي يلغوها وإحنا خلينا نعتمد على نفسنا بعد. يعني يلغون الحصة لازم يلغون وياها التسعيرة مال الأمبير. ما هسه مبقين إذا نلغي الحصة لازم يسعرون علينا لازم يفرضون علينا السعر مال الأمبير. يعني إحنا لا منا ولا منا. بلا هي بالحالتين خسران يعني ماكو كل فائدة. هسه إحنا ما نريد كل فائدة بس نريد سد بسد نريد نطي كهرباء للعالم نريد نفيدها. ويانا ايضا صاحب مولد اخر ان نسالك ايش قد كانت حصه الغاز اللي جهزكم بها الدوله وايش قد صارت؟ بالبدايه بالصيف كانت 35 لتر على كل كي في. 30,000 لتر؟ لا 35 لتر على الكي في الواحد. فهسه نزلوها سووها 15. يعني ايش قد كنت تستلم؟ كنت استلم 14.5 14,500 مجاني كان. وهسه؟ هسه قمت استلم 6,750 بفلوس. زين بفلوس زين. سمعنا انه العاشر وال11 المفروض انه هاي الحصه المجانيه مالتكم من الدوله اخذتوها بفلوس بمبالغ يعني. اي وهاي كل سنه هيك يعني صار سنتين يشون السادس السابع ثامن والتاسع ينطوها مجاني ويرجعون بالشتاء كله بفلوس. اي بعد سعر الامبير فرضوا عليكم مثل ما هو مقل نفس التعليمات مالتهم كل 8 ساعات 9,000 دينار. طيب انت شنو اللي تحب تقوله من خلال الشرقيه يعني بالنسبه لموضوع الغاز وحصه الغاز؟ يعني الغاز على اساس اللي يسووه 13 لتر بالكيب الواحد يعني هم راح تقل بعد زين. هذه ال 7000 6,700 لتر اللي جهزوك بها جد تكفيك بالشهر كم يوم؟ يعني هسه بالشتاء تكفيني. جد تكفيك شهر كامل؟ اي تكفيني شهر كامل. انت عندك مولده واحده؟ اي لا انا عندي مولدتين بس واحده بيها حصه واحده ما بيها حصه مراوسه يعني ما اقدر اشغل مولده واحده من المولدات على حسابي. اي فمرات نكمل 1000 او 2000 او مرات لا يعني مو ما نكمل 500 هيك يعني مو هوايه. طيب بس الحصه بفلوس يعني توصل عندنا يعني 465,000 هي مجانيه بس انطاكم اياها هاي الشهرين بفلوس. لا هذه المجانيه اللي التجهيز مجانيه. لا هاي 4 أشهر الاولى مال الصيف هاي مجانيه هاي صار شيء سنتين بالعاشر وبال11 اخذوا من عندكم. مشاهدينا هذه كانت جوله بين اصحاب المولدات بغداد مشكلتهم تقليل حصة الغاز من 30 و32 و35 ألف لتر إلى 5,000 لتر 6,000 7,000 لتر ومع بقاء سعر الأمبير مثل ما هو 8 ساعات تشغيل 9,000 دينار. نلتقيكم أكيد من بغداد متواصلين وياكم من خلال أهل المدينة. هند عبالك متشمت بيهم؟ على العموم يعني هم المولدات فعلا يعني في بداية الأمر قبل ما يصير هذا الغاز المجاني وهاي ترتيبات كانوا مذين العالم شوية يعني بس بعد ما صارت الخربطة مع الغاز هم همين بدأوا يتأذون إنه مدى تصير عندهم يعني رؤية واضحة. هذا الأخ اللي طلع اللي قال عنده شغل 24 ساعة هذا نمط سعر الأمبير يختلف عن اللي شغل 8 ساعات. هو عنده 3 مولدات يعني تدرين انه ما حد يقدر يشغل مولد 24 ساعه مستمر لازم يناوب مرات واحده تعطل فهو عنده 2 جازات يعني في أسوأ الاحوال. فانتم سجلوا لها حتى يخدم العالم اللي بالمنطقه المعتمدين بالكامل على هاي المولده سجلوا لها 450
طلع عليك هالشيء بسوي 450 انسان. حتموت لو قلت زبده ومربى وشيء. على العموم نروح الى الكود في الحي الصناعي، اكو كالعاده دائما احنا عندنا تغطيه ولو وحده في الحلقه عن سوء الخدمات. نروح للكود نشوف سوء الخدمات الموجود في الحي الصناعي هناك ونرجع نسولف. مشاهدي قناة الشرقية، مشاهدي برنامج أهل المدينة، اليوم كادر أهل المدينة وضمن الجولة الصباحية لكادر المدينة، احنا اليوم في حي الصناعي في مدينة الكوت. طبعا أنا أقف الآن في جزرة وسطية وسط الحي الصناعي في الكوت، وحول هذا الموضوع راح نكون في لقاءات مع مواطنين ومع أصحاب المحلات. والمسكين هذا أبو الشاي، شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ انت جاي انت هسه ذاك ولا ذاك؟ انت جاي اشوفك مخلي التايرات ومخلي من هذا الجانب ومخلي من هذا الجانب، ايش عجب يعني هو يعني العالم يعني ما اليوم يلا فتحت، يعني صار لها اسبوع من ذاك الاسبوع لحد الان المطر، يعني الماء كلش على المحلات قاعد يعبر. والمطر صار لهذا الاسبوع الثالث. اي صحيح، بس يعني هسه العالم لحد الان يلا استوى فتحت. ايش عجب يعني ماكو بلديه؟ ماكو لا مسؤولين لا ماكو لا حد جاي نشف الماء لحد هاي. نعم ايوه. وانت كنت معزل؟ اي والله شنو؟ واليوم انفتح؟ اي. من وين التيارات؟ يعطوك اياها التيارات؟ ومن الصباح والله. من الصباح. يعطوك اياها المحلات؟ اي. ها شفت عنا يمي؟ دني يعطوك اياها اهل المحلات؟ اي والله اهل المحلات ذولا خطي، هذا صباح اعطانا اياها ونمشي علينا، صار الاسبوع هاي حاله والله العظيم. جنو هذه منا هذه منا، بس انا زميلي المصور بس خلي وياه بالكاميرا. هذا الحال ايش قصر لحوالي عندكم؟ تقريبا اسبوعين. اسبوعين صار عندكم؟ اي اي. ايه يعني ما اجت مديريه الماء والمجاري كل شيء ما حد يجي، لا حد يسلم وكل شيء ما حد يجي. يعني يا استاذ احمد سوى عليه اذا يريد ينظف هاي تنكر مال المي عنده مال حفظيه ينظف ذني وسوى طريق العالم. احنا هسه ب 2012 اي ما عنده غير ماكو خطيه. هاي البث يوميه بيرين 100 بير مال نفط جاي يطلع بالعراق، ما عندهم سيارات زحمه تصير عليهم عمي. بس بس اسولف وياك؟ طينا خلي على راسي منها لو ما خليت يا حالات يا ابوي حكي سول ويا على اليمن. ماكو ما حد ماكو فد. ايش عدد يعني صار هذا اليوم الثالث؟ ما يعني ماكو يعني خبرنا اكو مسؤول النقابه خبرهم اكثر من مره، راد عالج ياهم قال يخابرهم ما حد يجي هنا، يجون لانه كلهم مجلس محافظه الى محافظه الى اي مسؤول بالدوله جاي يصلح سيارته نام جاي يشوفه كل زين. ما ادري بعد على شنو يعاقبونه جاي ما اعرف. اكو فشي احنا المحلات مقصره بما دافع ايجار ما دافع نفايات. يعني احنا تفاجئنا كادر المدينه يعني موضوع الامطار يعني جزء راح يصير له شهر مو والمي بعد هذا. زين احنا هاي رحمه الله راح ندعي نقول رحمه الله مريتها تنزل بسم الله ماكو على اي اساس؟ هاي مطره يوم واحد اثتنا دمرت المحافظه باكملها. ليش ما اعرف شنو ليش هاي المليارات تنصرف مشروع الفلاني هالقد مشروع الفلاني هالقد ليش وين الشغل هذا وين اثره؟ مطره واحده بينت بس ما قدرنا نحشي بها الزحمه نغلط. يعني الدوله هي عليها استاذ العزيز مشكله اذا مثلا تسحب المياه هاي هنا اللي صايره تنظف تنظف عن الشارع هذا حي صناعي مال المحافظه وناس صلح سيارات وفي تريع ناس تلاحظ حتى اللي يعبر برجله ما يقدر الا بخلي التايرات واذا بيت سياره انا مساعد رجلي صار. هنا الاخ ابو الشاي يقول انا صار لي اسبوعين معزل يقول وخلف الله على ابو المحلات اعطوني كم تاير وسويت طريق للماره. اي هاي الماره يعبرون الناس. ويلاحظ زميلي المصور وجه لي الكاميرا عليه المسكين هذا يعني يقع في جزره وسطيه يعني كانما فتشي هذه الجزره شيء مصطنع. شيء مصطنع استاذ العزيز يعني فد شغله فد وضعيه تعبانه يعني شنو يعني لا تقدر تمشي المحلات لا يقدرون الله يساعد الناس فاحنا نريد من خلالكم نوصل الصوت يعني بس يا بعض اني اتصلح سيارتي هنا لقيتها ما يطين. نعم احنا اهل الحصر واحنا اهل الخير. نعم وجماعه اهل الشغل يعني والله ما يعني شو اسوي؟ اي والله هاك ذبيت سيارتي وجيت مشي. اي والله شو اسوي؟ هي تمشي يوصل للمحلات يا ابو جوز يوصل للمحلات الماي وما حد يجينا. ذكرونا اصحاب محلات بينكم محلات ذاك الشارع الماي دخل عليهم. اي غرقانه ايش اسوي لعد بس المطر خلاص يا ابو محافظه تعبان احنا محافظه فقره عمي
سولفوا لنا شباب على هذا والله اريدك بس تصور تشوف لنا هاي المجاري وتشوف لنا هاي المنهولات المسدوده لان لاكو شافطات ولاكو ساحبات. بس اسمح لي اسال سؤال هذا ايش قصر للماي؟ احنا المطر هذا الاسبوع الثالث مضى عليه وانتهى. والله هو من مطرت لليوم ماكو هذا المي جاي يزيد ما ينقص يعني لان المجاري لا ماكو بس عن حلفة رب العالمين اليوم اجت الساحبات اليوم سحبت المي وشويه نقص يعني اليوم يلا قدرنا نشتغل. هاي صار تقريبا يدرون احتمال يدرون اليوم يدرون بكم تجون اللي جاي وطلع من قبلكم يسحبون قدام العالم على مود شنو يشوفون يا احنا جايين احنا جينا ما لقينا حوضيات هذا المياه باق على حاله. هسه قبل شويه ماكو اجوا مسحبهم هذا كان المي هذا اللي جاي يعني ما تقدر تمشي هسه تعبر غير منه ما تقدر. انا اقول لك يجوز دروا بكم اللي جاي اجوا مسحبهم لهم شويه وراح. هذه التفاصيل اللي كانت عندنا اليوم في برنامج أهل المدينة. نتمنى أنه تكون حلقتنا عجبتكم، التقارير اللي طرحناها مهمة عندكم. نشكركم ونشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة. شكراً على التواصل ويانا وانتظرونا باكر بنفس الموعد بحلقة جديدة وأخبار تهم أهل المدينة. إلى اللقاء.